أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومرحبا في حلقة جديدة في حوار آخر. موضوعنا اليوم هو مفصولو الخدمة المدنية، وعقدت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية اليوم بمجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا، وأعلنت خلاله منهج العمل للتعويض ورد اعتبار المفصولين الذين طال انتظارهم لهذا القرار. لمعرفة التفاصيل يسعدنا أن نستضيف أستاذ رشيد سعيد يعقوب، وكيل أول وزارة الإعلام والمتحدث باسم لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفين خدمة المدنية ما بين 1989 وحتى يومنا هذا. أستاذ سعيد أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم في قناة الشروق، وشكرا على هذه الاستضافة. يمكن دي أول مرة أنا أكون ضيف على قناة الشروق، ويعني أتمنى أنها تكون بداية للقاءات قادمة نتحدث فيها عن كثير من الهموم اللي بتهم المواطن السوداني والشعب السوداني إن شاء الله. وفي البداية خلينا بلطف القضية، لأن القضية هي فيها لطف وفيها محبة لكثير جدا من المنظومين. تكونت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء مع كامل صلاحياته. عرف السادة المشاهدين بمكونات هذه اللجنة. أولا يعني قضية المفصولين، دعنا نتحدث بعمومية أكثر، يعني عن قضية المفصولين سياسيا وتعسفيا، هي واحدة من يعني قضايا الظلم التي شهدها العهد السابق العهد البائد، والتي يعني حاقت بمئات الآلاف من الأشخاص ومن خلفهم ملايين، باعتبار أن كل شخص من خلفه أسرة ومن خلفه عائلة ومن خلفه أهله. وهذه القضية صحيح أن النظام قصد بها التمكين لحكمه، ولكن أيضا قصد بها إذلال فئات واسعة من الشعب السوداني كان يعتقد أنها غير موالية لسياسته وغير مؤيدة لسياسته. لذلك هذه السياسة في البداية بدأت كسياسة إقصاء سياسي قبل أن تكون يعني سياسة تمكين. كان الغرض من هذه السياسة في الأول عبر قوانين الصالح العام والفصل التعسفي هي إخصاء كل من كان النظام يعتقد بأنه غير موالي وأنه لا يتماشى مع موجهات مشروع الحضاري. آسف أستاذ، يعني أنت كنت ذكرت نقطة مهمة جدا، وليس المقصود بها كوادر في أحزاب، هي شملت فئات واسعة. أيوة هي شملت، لا لا هي لم تشمل يعني حزبيين فقط، يعني هي شملت فئات واسعة من الشعب السوداني. لا انتماء سياسي لهم أصلا، بعضهم لا انتماء سياسي لهم، كثيرون لهم انتماء سياسي، آخرون ينتمون إلى منظمات المجتمع المدني، آخرون معارضون لسياسات النظام من مواقف شخصية أو من لأسباب خاصة بهم. يعني هذه الحملة في بدايتها كانت حملة شرسة قمع كل بؤرة يمكن أن تكون أساس لمعارضة للنظام في أيامه الأولى، قبل أن تتحول بعد ذلك إلى سياسة منظمة على مدى 30 عاما. الهدف منها ليس فقط إقصاء الآخر كما كان في الأول إقصاء الآخر، ولكن تمكين الحزب الحاكم وتمكين الحركة الإسلامية وتمكين النظام الحاكم في السلطة. هذه السياسة يعني سياسة التمكين كان لابد لثورة واحد من شعاراتها العدالة أن تتعامل معها باعتبارها أولوية، ومن هنا جاء قرار تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بتسوية قضايا المفصولين، باعتبار أن الحكومة الانتقالية تنظر إلى هذه القضية مثلها مثل قضايا أخرى كثيرة كالسلام كالمعيشة، هي قضية حقوق وقضية عدالة، وبالتالي كان لابد أن يتخذ فيها قرار. هذه اللجنة تضم ممثلين ترأسها وكيلة وزارة العمل باعتبارها الوزارة المختصة بالتوظيف الحكومي، لأن صلاحيات هذه اللجنة تقف فقط عند حدود الخدمة المدنية، هي لا تشمل المفصولين من العسكريين ومن رجال الشرطة والأجهزة القوات النظامية الأخرى، هي فقط تشمل الخدمة المدنية. ترأسها وكيلة وزارة العمل، في عضويتها وكيلة وزارة العدل، وكيلة وزارة المالية، وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى ممثل لديوان شؤون الخدمة، ممثل للمعاشات، والأهم في هذه اللجنة أنها تضم ممثلين للمفصولين للجنة العليا للمفصولين، وأيضا تضم ممثل لتجمع المهنيين السودانيين. هذه اللجنة منحت صلاحيات كاملة في التعامل
بموجب القرار الوزاري رقم 9 واستنادا الى الماده 6 من الوثيقه الدستوريه منحت صلاحيات كامله لمعالجه وتسويه قضيه المفصولين. ويمكن خلال هذه الحلقه يمكن ان نتحدث تفصيلا عن نهج هذه اللجنه. طبعا تضمين هذه اللجنه وتضمين رد الاعتبار ضمن الوثيقه الدستوريه منحها مزيد من الشرعيه. طبعا القضية المفصولين بالنسبة لي أنا يعني ليس لأني أنا أحد هؤلاء المفصولين والمتضررين من قوانين الفصل التحسفي وسياسة التمكين، ولكن قضية المفصولين وتسوية قضية المفصولين هي في الأساس قضية رد اعتبار. هي قضية حقوق وهي قضية رد اعتبار وهي قضية عدالة قبل أن تكون قضية تعويضات مالية أو قضية العودة إلى الخدمة. صحيح أن جزء من تحقيق العدالة هو التعويض وهو المعاش المناسب وهو العودة للخدمة لمن هو في سن الخدمة، ولكن الأساس فيها هو رد الاعتبار الأدبي والذي يتم عبر القرار السياسي. صحيح أن مهمة اللجنة التي نعمل فيها هي مهمة فنية في الوقت الحالي، مهمتنا هي مهمة فنية. نحن سنقوم بدراسة حالات المفصولين ثم نعمل على إعادة من يمكن إعادته للخدمة أو تعويض من لا يمكن إعادته إلى الخدمة. طيب من هو المفصول تعسفيا لفائدة المشاهد؟ طبعا يعني إذا المفصول تعسفيا إذا تحدثنا عنه قانونيا يمكن أن نحد كثيرا من 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 اعداد المفصولين، ولكن اللجنه في الـ في الـ في الـ فيما اسند اليها من مهمه تتعامل مع قضيه المفصولين على اتساعها. كل من فصل لاسباب سياسيه او تعسفيا بدون اسباب مقنعه او لاسباب تتعلق بالخصخصه او بالغاء المؤسسات أو بإلغاء الوظيفة دون أن يعرض عليه وظيفة أخرى مناسبة، كل هذه الفئات تدخل لدينا في ما يمكن أن نسميه المفصولين سياسيا وتعسفيا. الذين خصخصت مؤسساتهم ولم تقدم لهم بدائل هم مفصولين تعسفيا. صحيح أنهم ليسوا مفصولين سياسيا ولكنهم مفصولين تعسفيا باعتبار أن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الفئات. ألغي بهم في الشارع. ألقي بهم في الشارع. الذين أغلقت مؤسساتهم وألقي بهم في الشارع أيضا الدولة لم تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاههم، بالتالي هم مفصولين تعسفيا. الذين فصلوا سياسيا أيضا هم مفصولين تعسفيا لأنهم حرموا من عملهم باعتبار آرائهم السياسية. وما سمي بالصالح العام؟ الصالح العام هو يعني ما هو الصالح العام ده كان الغطاء القانوني الذي كانت تصدر به القرارات من رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الوزراء في ذلك الوقت رئيس النظام المخلوع عمر البشير. كانت هذه القرارات تصدر تحت مادة الصالح العام باعتبار أن هذه القرارات لم يكن لها أي مبرر يمكن أن تستند عليه، لا قانوني ولا جنائي ولا أخلاقي. الشيء الوحيد الذي وجدوه يستند عليه هي ما أسموه بالصالح العام. وأعتقد أن الصالح العام حتى هذا الاستخدام للكلمة كان استخدام سيء، لأنه المقصود كان هو صالح النظام وبقاء النظام وتمكين النظام. طيب أنا يعني أستاذ رشيد لما أنتبه لقصة رد الاعتبار وتحقيق العدالة للمفصولين بحس أنه ما وراء هذه العبارة وما وراء هذا العمل قيمة أكبر من كده، كأنما أنا بطمئن الجيل الجديد أنه والله يا أخي بدأت العدالة من الماضي الى الحاضر المستقبل. اولا هي قضيه عداله ورد حقوق، يعني هذه لابد ان نتفق عليها، لكن فيها كثير من الدروس والعبره التي يمكن ان نستخلصها. ان الحقوق تسترد مهما طال الزمن وتتواصل هذه يعني واحده من العبر. ان الظلم لا يمكن ان يبقى وان العداله في النهايه هي التي تسود، يعني هذه ايضا قيمه اخرى. الشيء الاخر ان الدوله السودانيه، وأنا هنا عندما أتحدث عن الدولة بغض النظر عن الحكومات التي يمكن أن تتعاقب على قيادة هذه الدولة، أن الدولة السودانية لا يحق لها أن تظلم مواطنيها وأن تفصلهم من عملهم لأي أسباب غير الأسباب التي يسمح بها قانون عادل. يعني في إعادة المفصولين أيضا يعني رسالة واضحة للدولة السودانية ولكل الأنظمة القادمة للحكم أنه مهما طال الزمن هؤلاء المفصولين سيعودوا إلى أعمالهم وأن عهد الظلم قصير. نعم. طيب توصياتكم أمام رئيس الوزراء للقرار؟ نحن لم نقدم حتى الآن توصيات أمام رئيس الوزراء لأنه اللجنة لديها يعني صلاحية كاملة في التعامل مع هذه الملف. نحن سنقدم في ختام أعمالنا تقرير لرئيس الوزراء، ولكننا اخترنا منهج واضح ومحدد للتعامل
مع قضية المفصولين. أولا نحن يعني قررنا كما قلنا في السابق أو في بداية هذه الحلقة أننا سنتعامل مع كل حالات الفصل باختلافها باعتبارها حالات فصل تعسفي وسياسي، بما فيها الخصخصة وإلغاء الوظيفة وإغلاق المؤسسات وكل هذه الأشياء والفصل السياسي وللصالح العام، كلها تدخل لدينا في هذا الإطار الكبير. الشيء الثاني أن كل هؤلاء المفصولين لهم الحق في العودة إلى عملهم إذا كان القانون يسمح بذلك، وعندما أقول إذا كان القانون يسمح بذلك أتحدث عن عامل أساسي هو عامل السن، باعتبار أن سن المعاش في حكومة جمهورية السودان الآن هي 65 عاما. كل من لم يبلغ عمر 65 عاما سيكون أمامه الفرصة متاحة ليعود إلى الخدمة إلا إذا لم يكن يرغب في ذلك. لذلك نحن في الاستمارة التي عددناها لهذا الغرض تركنا هذا الخيار مفتوح، إذا كان هناك شخص وجد فرصة عمل أفضل أو خارج هاجر إلى خارج السودان هذا لا يغمط حقوقه مثلا في معاش في السودان في المستقبل عندما يبلغ عمر 65 عاما، لأنه لن يعود في الفترة الحالية. هذه هي الفئة الأولى، فئة من تقل أعمارهم مع 65 عاما سيكون متاح أمام كل من يرغب فيهم العودة إلى عمله بعد أن يقوم بتعبئة طبعا خلينا نغشي بتفاصيل لأنه فيها مجموعة مصاعب يعني. نعم. لكن هل بتقدر تحدد حجم وعدد المفصولين بالضبط ولا القصة هي شوية صعبة؟ هناك سجلات يعني. هناك سجلات موجودة في الوزارات، هناك سجلات موجودة في رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الصالح العام والفصل التعسفي باعتبار أن القرارات كانت تصدر من مجلس الوزراء، ولكن هناك أيضا ملفات قد اختفت لمؤسسات قد اختفت من الوجود، يعني مثلا مفصولي النقل النهري أو مفصولي المدبغة الحكومية أو المطبعة الحكومية النقل المكانيكي، هذه المؤسسات اختفت واختفت كثير من السجلات. لذلك نحن اقترحنا في اللجنة وقمنا بإرسال خطاب إلى كل الوزارات، وأيضا فتحنا مكتب في مجلس الوزراء بغرض أن كل من تعرض للفصل التعسفي في هذه عبر هذا الفترة من 89 إلى ديسمبر 2018 أن يتوجه إلى وحدته، وإذا لم تكن وحدته موجودة أن يتوجه إلى رئاسة مجلس الوزراء، أو إذا كان موجودا في الولايات أن يتجه إلى رئاسة الولاية أو الوزارات في الولايات ويقوم بتعبئة استمارة. هذه الاستمارة هي استمارة مبسطة جدا، ما فيها أي تعقيدات، وليست هي استرحام أو طلب استعادة وظيفة، هي مجرد استمارة معلومات يذكر فيها المفصول اسمه رباعيا، تاريخ الميلاد، مكان السكن، رقم الهاتف، تاريخ التعيين في الخدمة، تاريخ الفصل من الخدمة، الدرجة الوظيفية التي وصل إليها، أيضا إذا كان متوفيا الذين يقومون بملء الاستمارة يذكرون أنه مثلا توفى، إذا كان استفاد من قرارات سابقة بالعودة إلى الخدمة لأنه كان هناك بعد اتفاقية ميفاشا تمت إعادة بعض الفئات إلى العمل، إذا كان قد استفاد في السابق من قرار إعادة إلى العمل، هل تحول إلى هل هو في الخدمة المعاشية أم لا، هل استفاد من تسوية خاصة بالمعاش معه، ثم أخيرا رغباته في ماذا يرغب، ماذا يريد، هل يريد تعويض مالي، هل يريد تحسين معاش، هل يريد العودة إلى الخدمة. هذه الاستمارة هي ستكون الأساس. في حتة مهمة سيد الوكيل، يعني إذا في زول أثناء الفترة دي تم فصله مش لصالح عام لكن مرات لمخالفة الخدمة المدنية نفسها بشروطه، وجرى قال يا أخوان والله أنا فصلت في الفترة بتاعت من 89 إلى 2019، فأنتوا كيف فنيا بتتأكدوا أنه هذا الرجل فصل من غير ما هو خالف قانون الخدمة المدنية؟ طبعا الفصل من الخدمة المدنية لديه إجراءات ولديه لوائح ولديه صيغ، ويتم عبر قوانين ولجان، لجان تحقيق، لجان محاسبة وكذا. إذا كان قرار الفصل استوفى كل هذه الإجراءات وثبت من خلال كل هذه الإجراءات هذا يكون فصل طبيعي، ولكن إذا تم الفصل إيجازيا حتى لو كان الشخص مخطئ ولكن قرار الفصل جاء بطريقة خاطئة غير قانونية نحن نعتبره فصل تعسفي، بالتالي يتم إعادته ويمكن بعد ذلك إذا هناك يعني مآخذ عليه أن يتم محاسبته عليه الآن إذا لم تسقط القضية بالتقادم الزمني. يعني المنهج اللي اتبعته اللجنة عبارة عن منهج قانوني في المقام الأول،
هو منهج قانوني وديواني. بداية هو منهج سياسي، هو إعادة المفصولين، الهدف هو إعادة المفصولين ورد الاعتبار إليهم وتعويضهم التعويض المناسب سواء كان المادي أو المعنوي، ثم بعد ذلك نحن نتبنى منهج قانوني وديواني في التعامل. مثلا في قضية 65 عاما، يعني نحن لا نستطيع يعني أن نتجاوز القانون الذي يحدد سن المعاج ب65 عاما، ولكن إذا كانت هناك بعض الوزارات ترى أن هناك كفاءات تريد الاستفادة منها لفترة ما بعد 65 عاما، هذا سيكون متاح عبر قوانين الخدمة المدنية. نعم. عبر قوانين المشاهرة. نعم. يعني التعاقدات عبر المشاهرة كمستشارين. نعم. أو حتى كموظفين يعني. نعم. ولكن عبر عقود مشاهرة معروفة لديها فترة زمنية. نعم. محددة وبشروط محددة معروفة في قوانين الخدمة المدنية. أريد أن أنتقل إلى، تحدثنا عن من يمكن أن يعودوا إلى الخدمة من هم أقل من 65 عاما، هناك فئتين أخرتين. هناك الفئة التي لا يمكن أن تعود نهائيا وهم من توفاهم الله. نعم. لهم الرحمة. هؤلاء قدموا تضحيات لهذا البلد، رحلوا عن هذا العالم قبل أن يروا العدالة تحقق في حالاتهم وفي حالات الآخرين، وبالتالي بالإضافة إلى رد الاعتبار المعنوي لابد من التعويض المادي لأسر أو لمن يرثوهم من يستحقون يعني المعاش وفق قوانين الخدمة المدنية. هؤلاء سيتم تسوية معاشاتهم على أساس إلحاقهم بزملائهم في الدفعة وفي الدرجة الوظيفية في نهاية الخدمة، وتسوية المعاش على هذا الأساس. نعم. ونحن داخلين الحوار سيد الوكيل، أنت قلت كلام كان مزعج جدا، أنه في بعض التصريحات أنه قالوا أنت صرحت قلت والله يا أخي الناس بكرة تمشي تستلم، الكلام ده انت ما قلته، وده بقولنا طوالي عشان ترد الكلام ده، ودي مساحة كويسة الآن. وفي نفس الوقت تورينا انه كل الناس بيتعاملوا كيف الآن مع المؤسسات الفصل منها. طيب خلينا نتكلم عن الفئة الثالثة. نعم. لأنها برضه فئة مهمة، هم فئة الذين تجاوزوا سن 65 عاما. نعم. أو الذين تمت تسوية معاشاتهم في السابق. نعم. هؤلاء عندما تمت تسوية معاشاتهم أو حيلوا للتعاقد لم تراعى درجتهم الوظيفية الحقيقية، وحيلوا. أيوة. للتعاقد. نعم. وفق الدرجة الوظيفية التي كانوا فيها في لحظة إحالتهم للصالح العام أو تصفية المؤسسة. هؤلاء أيضا نحن في اللجنة سندعو أو دعونا إلى إلحاقهم بالدفعة بتاعتهم في الخدمة وتسوية المعاشات بتاعتهم، بحيث يتم إلحاقهم وتعويضهم. يعني التعويض المالي المناسب. في الدرجة الخامسة ودفعته الآن في الدرجة الأولى، يأخذ معاش الدرجة الأولى. نعم. كلام ممتاز. وقد التزم. نعم. التزمت وزارة المالية والتزمت ديوان المعاشات بأنهم يعني سيقوموا بدفع المتأخرات المترتبة لكل هذه الفئات، لكن ما كثير على المالية، بالرغم من أنه مثلا في القرار اللي كان صدر في العام 2008 بإعادة بعض المفصولين كان الشرط الإعادة أنك تقوم بدفع متأخرات المعاش عن الفترة التي كنت فيها غائبا. عن الخدمة. هذا ظلم. نعم. يعني ظلم آخر، يعني ظلم مضاف. وبالتالي التزام وزارة المالية هو قبل أن يكون، ولا الحكومة، هذا الالتزام المالي هو قبل أن يكون التزام مالي، هو التزام أخلاقي في الأساس. لكن يا سيد الوكيل يعني برضو قصة مرهقة للمالية. يعني أنت إذا قلت مثلا، نقول قلنا ما عندنا عدد محدد لعدد المفصولين، لو افترضنا مثلا 300 ألف، نفترض بس دي مكلفة جدا للوزارة المالية مع أعباء الوضع الاقتصادي، مع أشياء كثيرة جدا، ربما لا تستطيع أن تستوفي. نحن يعني الله مهم. نحن على يعني على دراية وعلى وعي تام بالأوضاع الاقتصادية للبلد. نعم. المفصولين الذين قدموا تضحيات على مدى 30 عام في معيشتهم، في أحوالهم المعيشية، في ظروفهم الخاصة، لا يرغبون بأي حال من الأحوال في أن يرهقوا كاهل الدولة السودانية. لذلك لجان المفصولين، ونحن نتحدث معهم بشكل يومي في اللجنة العليا للمفصولين، هم منفتحين على كل أنواع المقترحات. يعني نحن لا نطالب بأن تدفع كل هذه المبالغ، يعني ما بيتكلوا بأسرية، هذه أشياء كلها خاضعة للنقاش، كم من السنوات يمكن أن يعوض عنها الشخص، كل هذه أشياء سيتم نقاشها داخل اللجنة مع المعنيين وهم لجنة المفصولين، وسيتم تحديدها وفق مطالب المفصولين ووفق أيضا إمكانيات الدولة السودانية. نذكر مرة أخرى أن الغرض الأساسي
هو أدبي رد أخلاقي. الاعتبار الأدبي والأخلاقي ثم بعد ذلك نعم. هذا لا يقلل من أهمية رد الاعتبار المعنوي والطاوي. طيب يعني ذكرنا نقطة وحنرجع لها ثاني اللي هي قصة أنه الكلام في أنه لا يا سيد الوكيل قال يا ناس بكرة طوالي مؤسساته موصولين ناس رايقين وتصبح والله ليتنا كنا نكون قادرين على ذلك نقول للناس انه بكره امشوا استلموا وظائفكم لكن وضح الصوره جالسه الان يعني انا لم اقل هذا الكلام اولا حسب ما جاء في بعض المواقع انا ما قلته اننا نود ان نعالج هذه القضيه بشكل سريع قلت اننا منحنا الوزارات والجهات الحكوميه المعنيه فتره اسبوعين لاعاده الاستمارات معبأة قلنا أننا لن ننتظر أن يقدم كل المفصولين ثم نبدأ في اتخاذ القرارات أننا سنعالج أولا بأول الاستمارات التي ستصل يعني كلها إجراءات الهدف منها تسريع باعتبار أن المفصولين انتظروا كثيرا على مدى 30 عاما نحن نريد تسريع هذه الإجراءات ولكن لا يمكن أن أقول أن يعود المفصولين فورا لأن المفصول حتى يعود فورا لابد أن تكون هناك وظيفة لابد أن تكون هناك مرتب مخصص في الميزانية لابد أن تكون هناك موقع يعمل فيه لابد مثلا في بعض الحالات التي مثلا أغلقت فيها المؤسسات التي كان يعمل فيها المفصول من إعادة تأهيله لأداء وظيفة أخرى وهذه أيضا من صلاحيات اللجنة التي ستدرسها مثلا الذي كان يعمل في المطبعة الحكومية أو في المطبعة الحكومية من الفنيين وتم إغلاق المطبعة لم يعد لديه عمل نحن نفكر في إعادة تأهيله ليؤدي وظيفة أخرى في مكان آخر طيب ذكرت نقطة مهمة جدا يعني مثلا الناس كانوا شغالين في النقل الميكانيكي مثلا بتحيلوا لوين يعني وشنو الجهه اللي بعد ذاك تشوف الشغل الفني دي الجهه التي تعالج بتكون قريبه لها في العمل هي اللجنه الوزاريه او لجنه مجلس التي شكلها مجلس الوزراء ولكن بالتواصل مع الوحده يعني مثلا عندما نتعامل مع ملفات وزاره الماليه نحن سنتعامل مع وزارة المالية لتحديد الوظائف لتحديد المرتبات لتحديد الدرجات الوظائفية لا المؤسسات التي تم تصفيتها يعني مثلا زي ما ذكرت انت النقل النهري النقل الميكانيكي قلت لك نحن سنحاول من يمكن إعادة تدريبه ليتولى وظائف أخرى ولينقل إلى أماكن أخرى سنقوم بنقله ومن لم لا يمكن سنقوم بتعويض التعويض المالي المجزي إذا لم يكن قد عوض تعويض مالي في السابق وسنلحقه مثلا بالدرجة الوظيفية اللي كان المفروض يكون عليها حتى ينال معاشه في المستقبل على أسس سليمة معناها في لجان هتكون في كل مؤسسة حكومية موجودة الآن للنظر في قضايا المفصولين نعم هناك مؤسسات مثلا نحن في وزارة الإعلام يعني استبغنا حتى تشكيل هذه اللجنة الوزير فيصل منكم. نعم الوزير فيصل محمد صالح نعم. كان أصدر نداء للمفصولين وعمل مكتب ملحق بمكتب وكيل أول الوزارة فيهم موظفين متخصصين لديهم مكنات تصوير لديهم كمبيوترات لديهم كل المعينات المادية التي تساعدهم في استقبال المفصولين وحصرهم وجمع الأوراق منهم والوثائق منهم وبدأنا في العمل وحصرنا نحن نعلم اليوم مثلا كم عدد الذين يقيل عمرهم عن 65 عاما نحن نعلم اليوم من الذين يريدون أخذ معاشات أو تعويضات مالية كل هذه وزارة. نعم جاتنا أعداد حقيقة ما كل الأعداد التي تم فصلها التقيت فيهم ناس تقريبا بشكل شخصي يعني بشكل شخصي تقريبا التقيت غالبيته حسيت شنون لما نجو حقيقة يعني أولا حسيت يعني بألم شديد لأنه ما زال كثيرين منهم يعانوا من آثار هذا القرار قادرين على العطاء يعني سواء على المستوى المادي وحتى على المستوى المعنوي الشيء الثاني أن هؤلاء الناس لديهم أمل كبير في هذه اللجنة وفي هذه الحكومة في أن تعيد لهم حقوقهم لذلك أنا متحمس جدا واللجنة متحمسة جدا في هذا المجال الشيء الثالث أن كثيرين منهم يتحدثون عن زملائهم الذين رحلوا دون أن ينالوا حقوقهم هذا شيء كان يتكرر بشكل يمكن يعني شبه يومي في مكتبي في وزارة الثقافة والإعلام كل من يأتي يقول لك والله أنا زميلي الفلان الفلاني ذاك توفى وزميلتي فلان الفلانية رحلت عن هذه الدنيا ولن تكون معنا لتشهد معنا هذا اليوم لذلك نحن مثلا في وزارة الإعلام وأنا هنا لا أتحدث باسم اللجنة نحن نخطط لعمل احتفال كبير للاحتفاء بعودة من يعودون وبتعويض
من يستحقون التعويض، وهذا الاحتفاء سيكون جزء من رد الاعتبار الأدبي والمعنوي لهؤلاء الأشخاص. نحن نعلم أنه لا تعويض مالي ولا معاش ولا استعادة وظيفة يمكن يعني أن تبرئ الجروح التي تسببت فيها هذه القرارات الظالمة على مدى السنين، وبالتالي نحن سنحاول ما يمكن. هناك وزارات أخرى أيضا، أنت سألتني، قامت بمبادرات مماثلة. أنا مثلا أعلم أن وزارة الخارجية لديها لجنة، وزارة العمل باعتبارنا الوزارة المعنية لديها أيضا حصر للمفصولين، ولكن هناك مؤسسات تضررت أكثر من أخرى. الثقافة والإعلام الخارجية تضررت أكثر من وزارة العمل أو وزارة الثروة الحيوانية. أعداد المفصولين في هذه المؤسسات أكبر بكثير. سيد الوكيل، قطعا أنت لما جيت الخارجية في شبابك، يعني أنت زي ما بتحكي لي قبل نايم أنه قدمت 21,000 وشالكم 4. لا، كنا 4,000 21. لكن قطعا كمية الناس الآن وزمان ما واحد، ازدادت رقعة السودان والسكان، والقصة دي خلت اندفاع كبير جدا نحو الوظائف. فده بيقودني لسؤال مهم جدا، لكن بعد الفاصل. تابعونا أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل ما زلت حضر ضيفي السيد وكيل أول وزارة الإعلام أستاذ رشيد سعيد، فكونوا معنا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ما زلت في حضره ضيفي السيد الاستاذ رشيد سعيد يعقوب، وكيل اول وزاره الثقافه والاعلام والمتحدث باسم لجنه اعاده المفصولين. استاذ رشيد، احنا قبل الحوار او في اثناء الحوار بنتكلم عن انه مدى التزام المؤسسات بعد العاملين، يعني قلنا انه كميه بتاعت موظفين الان موجودين لدرجه انه المصالح بتضيق بهم. فهل القصه دي ممكن برضه يعني فني مهم خالص، هل ممكن تعمل مشكله للمؤسسات؟ اولا يعني المؤسسات لابد ان تكون عندها حساسيه، بمعنى حساسيه ثوريه وحساسيه لقضيه العداله. يعني عوده موظف او موظفين لن يضيفوا الى فوائد الاعمال الموجوده كثيرا، واذا بيجوا كتار. الشيء الثاني انه قضيه العداله هي الاساس، ورد الاعتبار هي الاساس، ثم بعد ذلك يمكن ان ندرس اين يذهب المفصول إذا كان في هذه المؤسسة لا يمكن استيعابه، يتم إعادته أولا، ثم بعد ذلك يمكن ما بين المؤسسات أن ينظر في تحويله من مؤسسة إلى أخرى. ولكن الأساس في هذه القضية هي قضية العدالة. لابد أن يعاد المفصول إلى مؤسسته، ولابد أن تستقبل المؤسسة بأيدي مفتوحة بترحاب. هذا الشخص تعرض لظلم من هذه المؤسسة بفصله. صحيح أن المؤسسة نفذت سياسات نظام مخلوع، ولكن هذه المؤسسة أيضا تتحمل جزء من هذه المسؤولية، وبالتالي هي تتحمل جزء من مسؤولية رد الاعتبار، سواء كان أدبيا أو ماديا أو يعني التعويضات. القصة لكن معلش تختلف معك شوي، ممكن تعمل إزعاج للعاملين القدامى يعني، أو تديهم إحساس بعدم الرضا الوظيفي، أو تديهم إحساس بأنه والله يا أخي زي الجزول، هذه جسم غريب. نحن نطرح الأسئلة المفترض تكون عند الناس. هذه افتراضات. نعم. أولا نعم. لا أعتقد أن عودة المفصولين يمكن أن تسبب مشاكل إلا لعناصر النظام السابق. من هم كانوا مع النظام السابق؟ من أيدوا سياسة الفصل التعسفي؟ من ساهموا وبلغوا عن زملائهم في الخدمة؟ هم الذين سيجدون لنا حرجا في عودة زملائهم للعمل. لكن الموظفين الوطنيين الشرفاء لا أعتقد أنهم بأي حال من الأحوال سيعارضوا المواخاة بين المهاجرين والأنصار. لا أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى 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 هذا الحد. كما قلت لك، من لم يتحمل مسؤولية في فصل هؤلاء، من لم يساهم في الضرر الذي وقع على هؤلاء، لا يمكن أن تكون معه عنده مشكلة في العدالة. كل من شارك في هذه الثورة، كل من دعم في هذه الثورة، هو يدعم مشروع الثورة في العدالة. وبالتالي إذا كان يعمل في مؤسسة، إذا كان يعمل في أي مكان، أعتقد أنه سيستقبل بأيدي وبترحاب عودة زملائي. كما أننا لابد أن نقول أن على المؤسسات أن تهيئ الجو لعودة هؤلاء، تهيئة الأجواء لعودة هؤلاء تبدأ أولا
إلحاقهم بوظائف محددة، إسناد مهام محددة لهم، بدل من تركهم يعني يتجولون في الممرات. نعم، كما حدث مثلا في عندما أعيد بعض المفصولين في العام 2008 عادوا إلى مؤسساتهم ولكن لم يجدوا وظائف ولم يجدوا مكاتب. يعني هذا يساهم أيضا، مثل هذا السلوك من قيادات المؤسسات يساهم في أنه يزيد الهوم بين العائد ومن هو موجود. نحن سنعمل من خلال اللجنة بتاعتنا وبالتعاون مع كل المؤسسات الحكومية على تهيئة الأجواء بحيث تكون هذه العودة سلسة وبحيث لا تتسبب هذه العودة في أي مشاكل. وكل من يحاول عرقلة عودة المفصولين سيجد نفسه مواجه بقوانين رادعة جدا، لأن عودة المفصولين هو إرادة سياسية قررها الشعب السوداني عبر ثورته وتنفذها هذه الحكومة. طيب في حال خاصة المؤسسات بأكملها، احنا قبيلة شئنا انه والله ممكن ناس تمشي المؤسسات الثانية، اذا في زول تم فصله وما عنده بديل غير انه وظيفته او التفكير بتاعه في الخاص بتاعه الموجود في المؤسسه، اذا لم تستطع المؤسسات القطاع الخاص التي كانت في يوم من الخاص الايام للعام. الخاص حاليا التي كانت في يوم من الايام مؤسسات قطاع عام تمت خصخصتها، اذا لم تستطع إعادة استيعاب هذا الموظف أو تعويضه التعويض المناسب، نحن سنلزم هذه المؤسسات أن تقدم تعويض مالي يتناسب مع حجم الضرر. وإذا لم تلتزم هذه المؤسسات بهذا التعويض، نحن سنقاضي هذه المؤسسات. أنتم محتاجين لقانون، القوانين قادمة، محتاجين لقانون. يعني هناك قانون قادم، قانون باسم قانون تصفية نظام الإنقاذ. هذا القانون سيساهم كثيرا في جبر ضرر المفصولين وفي إعادة يعني هؤلاء المفصولين إلى مؤسساتهم بقرارات سريعة. في مؤسسات سيد الوكيل بتجيب زول تشغل مثلا شهرين ثلاثة شهور وتفصله، يقول لك ده تعيين مؤقت، انتوا في القصة دي بتعتبروها فصل؟ هذا السؤال طرح في المؤتمر الصحفي. نحن قلنا في اللجنة أنه مثل هذه الحالات لا يمكن أن نطلق فيها إجابات معممة، لابد أن ندرس كل حالة وفق قوانين الخدمة المدنية وبالتالي نقرر فيها يعني. ولكن الشيء العام يعني الذي يمكن أن نستند إليه أن قوانين الخدمة المدنية تمنع تكرار التعاقدات المؤقتة. بمجرد التعاقد للمرة الثانية بعقد مؤقت يصبح هذا العقد عقد ساري ملزم. ملزم. طيب انت بين ذكرت قصة أسر المفصولين وكذا والألم اللي جواهم، في الثلاثين سنة في العشرين سنة المفصولين ديل ضاعت منهم مجموعة فرص الإسكان مثلا، يعني هو كموظف في وزارة ما في مصلحة ما عنده حقه في الإسكان التسكين، ضاعت له الفرصة دي، والتأمين الصحي التأمين الاجتماعي القصة دي كلها ضاعت له، فهل ممكن تعوض بأسر رجعي؟ اولا بالنسبه للتامين الاجتماعي، نحن قلنا ان المعاشات وتعويضات ما بعد العمل هذه ستتولى الدوله تغطيتها، وهذه ليست ما فيها اي مشكله. يعني اي شخص يلحق بالدفعه بتاعته والدرجه بتاعته الوظيفيه بتاعه درجه دفعته وسيتم اعطاه المعاش المناسب، وستقوم الدوله بدفع المعاش عن الفتره التي كان فيها يعني هو خارج العمل. هذه ليست فيها مشكلة. هناك الحقوق العينية، مثلا قطع الأراضي، وزعت الكثير من قطع الأراضي، خطط إسكانية عبر المؤسسات وعبر العمل، هناك الإسكان الشعبي، مثل هذه الأشياء سيتم النظر في التظلمات في داخل هذه المؤسسات، ونحن سنوجه هذه المؤسسات بأن تكون حساسة في التعامل مع هذه القضية، وأن تعطى لهؤلاء الأولوية في الخطط الإسكانية القادمة، في خطط الإسكان الشعب القادمة، باعتبارهم أشخاص تضرروا ولم ينالوا حقوقهم. المفصولين الجنوبيين، يعني كان في مجموعة من الجنوبيين أخوة الجنوبيين مفصولين، صحيح لأنه يدعو لدول أخرى، لكن هل في معارضة لهم لو يجوا يا قالوا والله أخواننا أنا دير طاوله؟ طبعا هناك اتفاقيات بين الدولتين. نعم. يعني هناك اتفاقيات بين الدولتين فيما يختص بالحقوق المعيشية وتعويضات ما بعد الخدمة لمواطني الدولتين بعد الانفصال. هذه جاءت في البروتوكولات التي تم توقيعها في أديس أبابا. لكن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي. هذا ليس قرار تتخذه لجنة فنية. صحيح أن يعني
احبائنا واخوتنا في جنوب السودان، نحن ما زلنا نعتبرهم جزء منا، نعتبر ان حقوقنا هي حقوقهم، ولكنهم الان هم في دوله اخرى وهذا كان خيارهم. وبالتالي هذه قضايا يجب ان تناقش بين السلطات السياسيه في الدولتين ويتخذ بشانها قرار سياسي. في جدول زمني للمعالجات دي؟ نحن كما قلت لك نحن اعطينا مهله اسبوعين لإعادة الاستمارات، ولكن هذا لا يعني إغلاق الباب بعد الأسبوعين. نحن سنبدأ في معالجة وإرسال الخطابات الفردية لكل مفصول بشأن المعالجة الخاصة به أولا بأول متى ما وصلتنا الاستمارات. لا يوجد سقف زمني لعمل اللجنة، ولكن أيضا اللجنة عملها ليس بالمفتوح، اللجنة لديها مهمة وعليها أن تقدم تقرير، وسنحدد يعني بعد أن نرى يعني مردود العمل خلال الشهرين القادمين كيف يعني سيكون عمل اللجنة عليه في الفترة اللاحقة وكم من الزمن ستحتاجه. على كل حال نحن سنضع قواعد وسنضع أسس، حتى وإن انتهى عمل اللجنة ستظل هذه الأسس موجودة. إذا جاء شخص متأخر سيتم تطبيق هذه الأسس التي وضعتها اللجنة حق مبدأ. طيب الاستمارات دي يعني في زور مثلا في أمريكا موجود الآن والله ما بيقدر يصل الخرطوم، لكن داير هو عنده رغبة، نحن على الأقل الحق الأدبي تكلمت عنه أنت، نحن هاي بيصل الاستمارة دي كيف؟ سنكون مرنين جدا. هذه الاستمارات يمكن تبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن إرسالها عبر الواتساب، يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، يمكن إرسالها بكل الأشكال وستتسلمها الوزارات، يمكن تكليف فرد من العائلة موجود في الخرطوم بتوكيل أو في أي عاصمة من عواصم الولايات توكيله بأنه يقوم بملء الاستمارة. أنا قلت لك أن الاستمارة استمارة مبسطة ليس فيها معلومات كثيرة. نحن أيضا وكويس أنكم قلتوا لنا الكلام ده، سنقوم بإخطار السفارات وإرسال نسخة من الاستمارة إليها. هذه يعني نقطة جيدة لفتنا إلى هذا الجانب. سنقوم بإرسال نسخة من الاستمارة لتكون موجودة في السفارات إذا كان هناك يعني سودانيين في الخارج يرغبون في الحصول على هذه الاستمارة، يمكن أن يتجه السفارة، يمكن أن يسلموها للسفارات لتقوم بإرسالها لنا في الخرطوم. طيب ما فكرت برضو أنه يعني زي ما في انفعال دولي بقضية السودان، في انفعال دولي بالتحول الديمقراطي الموجود، بيكون في مجموعة برضو من المانحين لدعم المشروع ده. المشروع ده كبير جدا، نحن احنا نعترف احنا تقبل قلت رجعوا 2-3 ممكن رجعوا 500، ودي بتكون برضو مشكلة يعني للمؤسسة. طيب زي بتخرج مشاكل كده، حق الناس برضو زي ما لقينا حل قصة الاستمرار دي سيد الوكيل لقينا حل القصة دي برضو. قبل ان نسحب لنطلب من المانحين دعمنا أو أن نستلف قروش ولا نمشي نفتش دول يدينا قروش كده، نشوف نحن عندنا شنو، نشوف الموارد المتاحة لنا، نعمل بهذه الموارد، نغطي ما يمكن تغطيته، وعندما نحتاج بعد ذلك أنا أعتقد أننا يمكن أولا أن نلجأ للشعب السوداني، وهذه قضية يمكن أن يساهم فيها الشعب السوداني مباشرة، يمكن أن نعبي فيها قدرات الشعب السوداني للمشاركة فيها، ثم بعد ذلك إذا احتاج الأمر يمكن أن نلجأ للمانحين. ولكن أنا لا أعتقد أننا سنحتاج إلى اللجوء إلى جهات أجنبية. صحيح أننا نتحدث عن أعداد، ولكن يعني هذه الأعداد من غير المؤكد أن كثيرين منهم مثلا سيعودوا إلى الخدمة، أو أن كثيرين منهم سيكون عندهم رغبة في العودة إلى العمل. هناك كثيرين أنت قلت هاجروا إلى خارج السودان، نعم. لديهم الآن التزامات، لديهم عمل، لكن الأساس هو رد الاعتبار الأدبي ثم الاعتبار المادي والتعويض. أنا عجبني وإحنا في الفاصل قلت لي عبارة لطيفة جدا ومهمة، قلت لي يا أخي المهمة الأزلة التي تدور في أسهان الناس، وحتسجي نازلك سؤال صعب جدا. في كلام برضو بدور يقول والله يا أخي ممكن الحكومة الحالية تعمل إحلال وإبدال للناس، يعني برضو في ناس نفس ما حدث من 89 تم فصل الناس وتمكين، برضو الحكومة الحالية تفصل الناس، ممكن يكون انتم المؤتمرات الحركة الإسلامية وكويسين يعني ما كعبين، والناس بيقولوا إنه الكلام ده حصل في بعض المؤسسات الآن موجود. يعني أنا قصدت السؤال ده عشان تجيب عن الاتهام ده. أول حاجة أنا لا أرى في ذلك اتهام، يعني أن نفصل ناس من الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني شاركوا في الجرائم التي شهدها السودان أو ثبتت مشاركتهم في الجرائم التي شهدها السودان على مدى 30 عاما، لا أعتقد أن في ذلك اتهام. هذا إجراء عادي في أي دولة. ممكن ما يكونوا كلهم شاركوا،
في أي دولة ديمقراطية يمكن أن يحدث، من يرتكب جريمة يعاقب على الجريمة، من يرتكب خطأ يعاقب على الخطأ، من يرتكب خلل إداري يعاقب على الخلل الإداري، هذا شيء عادي جدا. نحن قلنا أننا نطبق شعار الثورة العدالة، والعدالة ليست فقط لنا ولمؤيدينا، العدالة للجميع. هناك قضاء مستقل ومفتوح، وعلى المتظلم أن يسهر إلى القضاء من أي قرار يتخذ بشأنه. نحن لن نحفي منسوبي المؤتمر الوطني للحركة الإسلامية من مسؤولية الجرائم التي ارتكبوها، ومن بينها جريمة التمكين. لذلك يعني نحن لا نخطط لإحلال، لأنه يعني أنا لست واثقا من أن كل من سيعودون هم مؤيدي قوى الحرية والتغيير أو من مؤيدي الثورة، ولكن نحن سنعيد على أساس المبدأ أن من تم فصله يجب أن يعود، وهذا لن يكون مرتبط بأي حال من الأحوال بمن سيتم يعني إحالته للتقاعد. يعني وأسمح لي أن أقول لك يعني أنه من تمت إحالتهم إلى التقاعد حتى الآن يعني أعداد محدودة جدا، بينما أعداد المفصولين أنت تتحدث عن كبيرة، أعداد كبيرة جدا. لذلك لن يكون هناك إحلال عبر هذه وأنا طبعا قصدت من السؤال ده، والسؤال الذي يليه أنه ما تحصل بلبلة عند الناس، يعني عشان الناس ما كمان تفقد القاعدة بتاعت احترام الجماهير للدولة القادمة. أولا أنت متفق معي، قرارات عندما تكون عادلة واضحة وقانونية وعلى أسس قانونية وإدارية وديوانية سليمة لا يمكن أن تسير بلبلة. هناك من يحاولون أن يسيروا بلبلة عبر هذه القرارات، ولكن الشفافية والوضوح هما سلاحنا لمقابلة هذه البلبلة. نحن سنتخذ قراراتنا في العلن، سنرسل الخطابات بشكل شخصي، ولكن هذه الخطابات ستكون متاحة. سنعيد كل من له الحق في العودة إلى العمل، سنعوض ونحسن معاشات كل من يستحق ذلك، بغض النظر عن موقفه مننا كحكومة أو كقوة حرية وتغيير. وبعد ذلك يعني هذه الشفافية ستتيح للشعب السوداني أن يقول إذا كنا على الطريق الصحيح أو الطريق الخطأ. بالإضافة إلى ذلك الآن هناك إعلام حر، هناك صحافة حرة، يمكن إذا ارتكبنا أخطاء أن تتحدث عن هذه الأخطاء، أن تنبه إليها الجماهير، وأفضل وسيلة لتحصيل الأخطاء هي الشفافية والإعلام الحر. المحاكم قاعدة، المحاكم موجودة، ونحن نعمل الآن على بناء قضاء مستقل، قضاء قادر وقضاء سريع قادر على إنجاز العدالة وعلى أنا ذكرت المحور ده لأنه دار لغط كثير جدا في آخر مؤتمر لقوى الحرية والتغيير، في أنه والله نحن ماشيين كويس في تطهير الوزارات، في تنظيفها، إزالة رموز النظام السابق. في ناس بيقولوا والله يا أخي، في ناس فلوترز محايدين بيقولوا والله في كوادر من النظام السابق ما شاركوا في جرائم ومؤهلين، يعني ما تم تعيينهم تعيين سياسي. طبعا يعني زي بعض الناس وزارة الخارجية مثلا، يعني زول جيب سكرتير تالي ده ما بالضروره يكون اولا تعيين سياسي. انا لا اتحدث باسم قوى الحريه والتغيير هنا، ولذلك لا اود ان اعلق على ما قالته قوى الحريه والتغيير، ولكن اقول اننا كلجنه مفصولين وكحكومه حاليا لدينا مبادئ واضحة في التعامل مع هذه القضية. نحن لا نقوم بفصل الناس على هوانا، لم نفصل شخصا دون أن يكون قد ارتكب خطأ. كل منسوبي وقيادات النظام السابق كان لابد من إبعادهم من أجل تأمين هذه الثورة، ومن أجل أن تكون يعني لا يمكن قوم في ثورة مضادة، لا يمكن أن تحتفظ بوكيل كان يعمل مع النظام السابق ليقوم بخدمة أهداف الثورة التي قامت للإطاحة حتى بي. لو لم يكن تبع النظام السابق، حتى لو لم يكن هو جزء كان من مؤسسات النظام السابق، وبالتالي يعني هناك طبعا بعض الاستثناءات في بعض الوزارات حصلت بعض الاستثناءات، ولكن الشيء العام أن كل من عملوا في وظائف قيادية مع النظام السابق هم كانوا جزء من المنظومة السابقة، وبالتالي كان لابد من يعني إحلال بدائل لهذه المنظومة، وهذه البدائل جاءت من قوى الحرية والتغيير ومن قوى الثورة ومن التي قامت بإنجاز هذا التغيير، وهذا أمر طبيعي جدا بعد التغيير. لكن في كلام يعني سيد الوكيل انه ده برضه جزء من التمكين الجديد، يعني بس بثوب الديمقراطي. اولا سياسه التمكين كانت جزء من مشروع حضاري وايديولوجي بعد 30 سنه ومن منظور في القصه دي ومن منظور نحن الان نمثل قوى ذات توجهات ايديولوجيه مختلفه، ليس لدينا منظور واحد لما
لما سيكون عليه السودان في المستقبل. نحن نعمل وفق برنامج انتقالي محدد وفق أهداف سياسية محددة، وبالتالي كل من يختم في تنفيذ هذه الأهداف السياسية هو جزء منها بغض النظر عن انتمائه السياسي، بعكس النظام السابق الذي كان يسعى لأن يعطي الدولة وجهة أيديولوجية محددة وتوجه محدد يعبر عن رؤية التنظيم السياسي الذي كان يسيطر على ذلك النظام. نعم. طيب يعني ملخص حلقتنا دي في نقاط أساسية دارك تعيدها للناس بشكل فائدة، يعني الغرض الأساسي من إعادة الموصولين هو الحق الأدبي والمعنوي وترسيخ مفهوم العدالة. العدالة هي الأساس في التعامل مع قضية المفصولين. رد الحق الأدبي والمعنوي هو يعني ضروري ومطلوب حتى يعني يشعر هؤلاء المفصولين وهؤلاء الأشخاص الذين تم ظلمهم بدون وجه حق أن حقوقهم عادت إليهم. ثم بعد ذلك تأتي قضايا تعويضاتهم المالية وإعادتهم للخدمة وتسوية المعاشات، وهي جزء من هذه الحقوق. عشان الناس ما يفهموا السيد الوكيل أنه التعويضات زي تعويضات أمريكا بتاعت الحوادث، ممكن تاني يوم له شركة كبيرة ولا اشتري له طيارة. طبعا يعني لا اعتقد ان قضية التعويضات هي بالنسبة للمفصولين تعني كثيرا. من عانوا من قسوة الفصل التعسفي والتهميش الوظيفي، من ابعدوا عن وظائفهم، من دمرت حياتهم بقرارات التمكين والفصل السياسي وتصفية المؤسسات، لا أعتقد أن همهم هو التعويض المالي. التعويض المالي هذا جزء من مسؤولية الدولة. أنا لم ألتقي بمفصول يطالب بتعويض مالي أو حتى بتحسين معاشنا، التقيت عشرات المفصولين ما دارين قريشات، ما في زول فيهم يتكلم عن القضايا المالية، جميعا يتحدثون عن الحق الأدبي، وهذا يحسب لهم واحترام لهم، ولكن هذا لا يلغي مسؤولية الدولة في تعويضهم ماليا وفي تعويضهم ايضا ادبيا ومعنويا. احنا فاضلين زي 4 دقائق، انا حابب الاربع دقائق ادردش في حاجه بسيطه جدا معك، دي فرصه كويسه لكن على وعد بحلقه قادمه. سيد الوكيل، الاعلام، هل انت راضي عن سير الاعلام الان مع بعد الثوره؟ مؤكد انا غير راضي. عادي كده، دي صراحه شديده جدا. انني غير راضي عن سير الاعلام. ده هو التصريح لك بالمناسبه. ما بعد الثوره. لانني يعني عندما اكون راضي معناها ساتوقف عن العمل، ومعناها ليس هناك ما يمكن إنجازه. نحن أمامنا الكثير الذي نريد إنجازه في مجال الإعلام. ما زالت كما قال الأستاذ فيصل محمد صالح، ما زال 90% من الإعلام هو إعلام مضاد للثورة، وهذه حقيقة. نحن نعمل في أجواء إعلامية معادية لحكومة الثورة وللحكومة الانتقالية. هناك ثورة مضادة تستغل سيطرتها على الإعلام عبر هذه السنوات من أجل ضرب مصداقية هذه الحكومة الناشئة، الحكومة الانتقالية. لكن أنا أقول واهم من يعتقد أنه من خلال الإعلام يمكن أن يكرر تجربة العام 89 في تدمير الديمقراطية. نحن موجودون، سنكون بالمرصاد لكل هذه المحاولات. نحن لا نريد إعلام يطبل لحكومة الانتقالية أو لحكومة قوى الحرية والتغيير. نحن نريد إعلام مستقل مهني. إعلام مهني. وإعلام يراعي المصالح العليا للبلاد. نحن لن نتدخل لوقف قناة إعلامية أو مصادر الصحيفة. هذا لن يسجل لا في سجلنا الخاص ولا في سجل قوى الحرية والتغيير ولا في سجل هذه الحكومة أنها صادرت صحيفة أو أوقفت قناة تلفزيونية، ولكن نحن لدينا الوسائل الكفيلة التي يعني يمكن أن نصلح بها ترتيب هذا البيوت من الداخل ولدينا من القدرات والإمكانيات التي تسمح لنا بإعادة ترتيب الإعلام الداخلي. نحن قد بدأنا في ذلك، وفي الأيام القادمة ستكون هناك الكثير من القرارات في هذا الجانب. أنا شاكر لك أستاذ رشيد سعيد المتحدث باسم وجهة النظر في قضية المفصولين التعسفيين وسيد وكيل أول وزارة الإعلام. شكرا لكم على الدعوة، وشكرا على الصراحة في طرح الأسئلة،
ونتمنى انه يعني نرى في المستقبل القريب ونتمنى ان يكون الحوار مهن يعني نتمنى انه يعني كل القنوات التلفزيونيه في السودان تتبنى الخط المهني وتتبنى الاستقلاليه في عملها بما يخدم مصالح هذا البلد وبما يخدم اهداف الثوره المحدده في الحريه والسلام والعداله والدوله المدنيه ان شاء الله تعالى. اذا عزيزي المشاهد الكريم، كان حلقتنا اليوم في حوار اخر مع ضيفي الاستاذ رشيد سعيد، سيد وكيل اول وزاره الاعلام. لحد ما نتقابل في حلقه قادمه، هذه عطر تحياتي وتحيا الفريق العامل. السلام عليكم ورحمه الله.